اخوتي زوينه توحشت هاد اخوتي خواتاتي لان المده هادي حقيقه غبره 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 تقريبا مده شهر هادي فحتى يعني بعض الناس وبعض التلاميذ كيسولوا عليا فين غبرتي فين غبرتي فها انا رجعت لكم شكرا 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 لكم بزاف لانكم سولتوا عليا طبعا كل ما كنتوش مهتمين بالمواضيع اللي انا كنحط فارا ما غتسولوش اذا فاشكركم من اعماق قلبي في هذه الحلقه غادي نهضر لكم على واحد المساله لاحظتها بزاف يعني خصوصا يعني في 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 سواء يعني في المتمدرسين او لا في الاحرار طبعا كنهضر لكم على البكالوريا وكنهضر احنا حتى يعني هذا الشيء مساله معني بها التلاميذ بصفه عامه كاع اللي كيقرا فهو معني بهذا الفيديو هذا الغرور موضوع اللي هو ديال الغرور طبعا شحال من تلميذ اللي كتلقاه في الدوره الاولى كتلقاه انه كيجيب نقطه زوينه في الدوره الاولى كتلقاه جايب 18 17 16 الى غير ذلك وكيتغرب بزاف كنهضر خصوصا يعني المقبلين على الامتحانات كيتغرب بزاف في الامتحان فبالتالي كتكون نقطه كارثيه وكارثيه جدا الاخوان رغم انك يعني تكون يعني وصلتي في المعرفه ديالك وتكون وصلتي يعني في الفهم الدروس ديالك ما تكون وصلتي في الطب ديالك الى غير ذلك فبالتالي ما تكونش مغرور طبعا بهذه المسائل لانك راه ممكن انهم يصدموك في الامتحان طبعا ممكن انك تبلوكا ممكن انك يعني تمشي وما تراجعش الى غير ذلك وشحال من واحد كتهضر معاك تقول لك انا مراجع الى غير ذلك فبالتالي يعني نهار الامتحان كيتفاجئ بداكشي اللي يحطوا له وفي النهايه يعني ديال النتائج غير ذلك كيتفاجئ بالنقطه اللي هو يعني حصل عليها اذا خوتي انا كنقول لكم من هنايا ما تغروش بزاف بهذوك النقاط اللي نتوما كتجيبوا ما تغروش بزاف ب ب ب ب بسميتو يعني بالفهم ديالكم الى غير ذلك لان شنو يوقع لكم شحال من واحد فيكم وانا متاكد على انكم غتكونوا يعني شفتوا هاد التجارب هادو كتلقى مثلا شي صاحبكم الى غير ذلك كتلقى انه ضابط فيعني حتى ملي كتجلس معكم كيشرح لكم لا من هنا وضابط من هنا الى غير ذلك فكتقولوا بانه هاد السيد هذا ضابط للمسائل ديالو ولكن نهار كيمشي للامتحان نهار كيمشي الامتحان فبراسو يعني كيتبلوكا ونهار كتخرج النتائج يعني كتكون واحد النتيجه اللي هي كارثيه جدا ولا يعني قدر الله انه كتلقاها يعني راس قط اذا خوتي ما تغروش مزيدا من العمل مزيدا من الخدمه والعمل والخدمه والعمل وغادي نركز لكم على الناس المقبلين على الامتحان سواء الجهوي او البكالوريا فما عندكمش الوقيته ديال انكم تمشيو تدورو انكم تمشيو يعني في الرحلات الى غير ذلك فانتم يعني عندكم هذا العام هذا ديال بحال ان دير راسكم بحالكم محبوسين والخدمه حتى يدوز هذا العام اللي هو ديال البكالوريا او ديال الجهوي وبعد ذلك فيعطى الله الوقت الصيف كله ديالكم ديال السفر ديال الضحك ديال مع الدراري الى غير ذلك فركزوا جيدا على البكالوريا ديالكم ركزوا جيدا على الامتحانات ديالكم وان شاء الله كنتمنى لكم كل التوفيق واضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله.